هايدروميتاستاسيس ما انتاش محتاج صبغه، والمعلومه دي مهمه لان الصبغه ثمنها ثمن الفحص. فبدل ما انت العيان هيدفع 250 جنيه للتشست سي تي، هيدفع 500 جنيه عشان بصبغه، هو مش محتاج الصبغه. فتقول تشست سي تي ويزاوت كونترست، انما تشست سي تي ب 3 مليمتر كاتس. ما ينفعش التشست سي تي يجيبه لك على فيلم واحد بتاخد كاتس كل 2 سم، انت بتدور على حاجه 3 4 مللي، فما ينفعش ان انت تعمل له ايه بكاتس، لازم تكتب 3 تو 5 مليمتر كاتس بدون سبب، او سبايرال تشست سي تي. يعني ليجن زي ده ما هواش هيبان في التشست اكس ري، يبقى ده التشست سي تي اساسي. البوم سكان از sensitive but not specific، بمعنى ايه؟ مش كل حاجه هوت في السكان معناها انه عنده ورم، الانفكشن ممكن يبقى هوت في السكان. فالبون سكان هدفه ايه؟ هدفه يوري اذا كان الكيومر ده ادى بون ميتاستس ولا لا، او اذا الكيومر ده مالتي سنتريك ولا لا. يعني واحد عنده فايبرس ديسبليزيا بوليوستات هيطلع مالتي سنتريك، واحد عنده مالتي سنتريك جاينت سيل تيومر مالتي سنتريك اوستيوساركوما هيطلعوا مالتي، او واحد عنده بون متاس هيطلع مالتيبل رات ليجن. فالغرض من البون سكان ان يشوف الليجن ده مالتيبل ولا لا، او يشوف الليجن ده اذا كان متاستاتيك تو بون ولا لا. لازم نفتكر حاجه ان في بعض التيومرز ار كولد اون سكان. زي ايه؟ زي المالتيبل مايلوم. يعني انا لو انا شاكك ان حد عنده مالتيبل مايلوم، او عملت بلازما بروتين الكتروفوريسز وطلع ان هو بوزيتيف، ما بعملوش بون سكان، بعمل له سكيلتون سيرفي. ليه؟ لان المايلوما كود بي كولد اون سكان. مش كل المايلوما كولد اون سكان، بس في كتير من المايلوما ار كولد اون سكان. فلو عايز اعرف اذا ده مالتيبل ولا لا، بعمل له سكيلتون سيرفي راذر ذان ان انا اعمل له بون سكان. ايه اللي كمان ممكن يبقى كولد اون سكان؟ الهيستيوسايتوزز والليمفوم. ده اكزامبل لبون سكان، والبون سكان موري المالتيبل ليجنز او اذا كان عنده بون ميتاستاسيس ولا لا. نيجي بعد كده للفحص المهم جدا اللي هو اللوكال ستيجنج. انا عايز اعرف الورم ده ابعاده ايه؟ اعرفه ليه ابعاده ايه؟ اعرفه لان بناء على ابعاده، بناء على الاستراتيجي او السيرجيكال انترفنشن اللي انا هعمله. فاتس فيري امبورتنت ان انا اعرف انفورميشن مهمه جدا على ابعاد الورم لوكالي ايه؟ بعرف الكلام ده بالام ار اي. هل السي تي ينفع؟ الام ار اي از ماتش سوبيريور ذان ذا لوكال سي تي. ولازم لما اطلبه الام ار اي اطلبه بكونترست، ده بقى محتاج فيه كونترست، ولازم يتعمل تي 1 وتي 2 ويتد ايمجز وفات سبريشن. يبقى الام ار اي ده فحص مهم جدا، ولازم ابقى عارف ايه الحاجات اللي انا طالبها من الراديولوجيست. يعني لما يجي لي الام ار اي ده انا بدور فيه على ايه؟ الحاجات اللي انا بدور عليها دي اقولها للراديولوجيست، اقول له انا باعت لك الام ار اي ده عشان اعرف المعلومات الاتيه. اللي هي ايه المعلومات الاتيه؟ اول حاجه محتاج اعرفها من الام ار اي الانترا اوسيس اكستند، الورم ده اكستندنج كام سنتي جوه الجوينت، من اول الجوينت لاين لغايه فين. فالانترا اوسيس اكستند از ا فيري امبورتنت ايشو هيقيسها لي الام ار اي. الاكسترا اوسيس اكستند، الورم ده لو طالع بره العظمه انفولفنج اني ماسلز، دي حاجة برضه هعرفها بالام ار اي. إذا في سكيب ليجن، سكيب ليجنز يعني إيه؟ يعني واحد مثلا يبقى عنده ديستال فيمرال اوستيو ساركوما، وبعدين المدلة بتاعته كلير، وبعدين عنده ليجن فوق، ده اسمه سكيب. يعني another tumor separated from the original tumor by a gap of normal tissue. والسكيب ده ممكن يبقى في نفس العظمة، وممكن يبقى في الأوبوزيت بون. فدي برضه بعرفها بالام ار اي. إذا في جوينت انفولفمنت، ايه الريليشن شيب بتاع التيومر للفاسلز؟ يعني واحد عنده ديستال فيمرال اوستيو ساركوما ولها بوستيريور اكستنت، البوستيريور اكستنت ده هل هو زائق الفاسلز؟ هل هو بعيد عن الفاسلز؟ هل هو انجلفنج الفاسلز ولا لا؟ المعلومه دي هتفرق بعد كده في المانجمنت. فالام ار اي هيقول لنا المعلومه دي. كمان الام ار اي بيدينا كلو على النيتشر اوف ذيس تيومر. هل التيومر ده فايبرس، كارتليج، اوسيس، سيستيك؟ فالام ار اي بيدينا كلو على طبيعه الورم ده. يبقى كل المعلومات دي هعرفها من الام ار اي، والحاجات دي لازم الراديولوجيست يجاوبني عليها في الايه؟ في الريبورت بتاعه. ندي اكزامبل، مثلا عيان اللي عنده اوستيو ساركوما في الديستال فيمر هنا، هل من الاكس راي نقدر نعرف الاكستنت اوف ذا ليجن؟ ما نقدرش. انما في الام ار اي نقدر نقيس المسافه من
الجوينت لاين لغايه اخر التيومر قد ايه، واكوردنلي نقيس على المسطره اللي في الام ار اي نعرف كام سنتي التيومر ده. بحيث لو هنعمل كات في الريسكشن نقدر نعملها اباوت التيومر. الاكسترا اوسيس اكستنت نفس الكلام، نقدر نشوف الاكسترا اوسيس اكستنت بتاعه، نقدر نشوف الريليشن شيب ما بين التيومر والبابليكال فيسلز، في بلين ولا مفيش بلين، وبالتالي نقدر ديزاين الريسكشن بلان هيبقى شكله ايه. تمام؟ اكزامبل تاني لايه؟ لتيومر باين فيه الانترا ارتكولار اكستنت، في جوينت انفولفمنت هنا. لو بصينا هنا هنلاقي فيه بلين صغير ما بين الايه؟ التيومر والفيسلز. الانفورميشن دي ما نعرفهاش غير بالام ار اي، فبالتالي لما يبقى فيه انترا ارتكولار اكستنشن لازم الريسكشن ينكلود الجوينت كله، وبالتالي نحتاج ان احنا نعمل له ايه؟ فيوجن. في اكزامبل تاني هنا باين ان الفيسلز ار انسايد ذا تيوب، المعلومه دي برده مش هنعرفها غير بالام ار اي، وفي الحاله دي لما نيجي نعمل ريسكشن لازم نريسكت الفيسلز ونحط ايه؟ فاسكولار باي باس. كمان الام ار اي يساعدنا لما نيجي نعمل ريسكشن بطريقه جيومتريك، يعني الورم ده براسيا الاوستيو ساركوما بس لافف حوالين البون. عشان نعمل الكاتس بتاعتنا بالطريقه دي لازم يبقى في ام ار اي نقدر نقيس عليه عشان نقدر نعمل الجيومتريك كات، نبقى عارفين الاكسنت اوف ذا تيوبر شكله ايه. طيب كمان يدينا كونسستنسي بتاعت الورم، هل الورم ده سيستيك زي ما هو هنا يبان عارفين بالايه؟ بالكونتراست اذا كان ده سوليد ولا سيستيك. وبالتالي الام ار اي از ا فيري يوسفل ستادي تدينا انفورميشن اباوت ذا لوكال اكسنت والكونسستنسي بتاعت الورم. اللوكال سي تي المعلومات اللي بيضيفها قليله، يعني انت لو هتختار بين الاثنين يبقى الام ار اي از ماتش كتير. السي تي يا دوب بيورينا اذا في كالسيفيكيشن ولا لا، يورينا الريم بتاع الانيوريزما بونسز اند ذاتس ات. هل في داعي واحنا بنستيج العيان ان احنا نعمل له بات سكان؟ نسمع البات سكان، نسمع الهول بادي ام ار اي؟ مفيش داعي ابدا في الروتين ستيجنج بتاع العيان اللي عنده ساركوما ان احنا نعمل له بات سكان. البات سكان ده بيتعمل في احوال قليله جدا، اتس ا فيري اكسبنسيف ستادي، وله سيتويشنز معينه بنعمله فيها، زي ما واحد مثلا عنده ميتاستاسيس ومش لاقيين له البرايمري فنعمل له بات سكان، واحد في الفولو اب بتاعه ومش عارفين ده حصل له حاجه ولا لا نعمل له بات سكان، انما ما بيتعملش في الروتين ستيج بتاع العيان اللي عنده ساركوما ان احنا نطلب منه ايه؟ بات سكان. هل في رول للبريفرال انجيوجرافي؟ كانت حاجه تتعمل زمان ان لما يبقى حد عنده ساركوما تقول له اعمل بريفرال انجيوجرافي عشان نشوف علاقه الفيسلز بالورم. الكلام ده بطل لان الانفورميشن اللي بناخدها من البريفرال انجيوجرافي بناخدها من الام ار اي والام ار اي، فما بقاش له رول ان احنا نعمل ايه؟ بريفرال انجيوجرافي. بعد لما عملنا الستيجنج ده اخر حاجه في الستيجنج هو ان انت تعرف نوع التيشو ده ايه؟ انت عرفت ابعاده ايه؟ الجغرافيا بتاعته لوكالي ايه؟ عرفت اذا كان راح لحته ثانيه ولا لا بالشاسي تي والبونز كان؟ اخر حاجه ان انت تعمل له بايوبسي. كتير قوي تيجي تقول للعيان احنا هناخد منك عينه، يقول لك لا انا سمعت ان العينه هتنشر المرض، ولو المشرط ضرب في العينه الورم هينتشر ويروح كل حته. هل الكلام ده صح؟ ديفنتلي اتس رونج. ما ينفعش تعمل لعيان اي حاجه ميديكال تريتمنت من غير ما تبقى عارف باثولوجيكال دايجنوزس الا في احوال قليله جدا. فالبايوبسي از ا ماست، انما كلام العيان ده مش جاي من فراغ، لان زمان كانت الناس ما تعرفش ايه رولز اوف ذا بايوبسي، فبالتالي كان البايوبسي يجي من وراها كاتستروفز، يعني يعمل مثلا عينه العيان فالجرح ما يقفلش فالتيومر يفنجيت، فالعيان في باله ايه؟ ان انا لما عملت العينه الورم ضرب. او كانت العيان تيجي ديلي، هو ما عندوش متاس بعد البايوبسي بشويه يبص يلاقي فيه عنده متاس، هو ده من البايوبسي مش من البايوبسي، بس الترجمه ايه الايفنت اللي حصل؟ البايوبسي. او عيان مثلا الدكتور يعمل بايوبسي العيان فيويكن البون فالبون تتكسر فيبقى حصل له مشكله من البايوبسي، فالبايوبسي كود بي كاتاستروفيك. It is a must بس it has to be done properly. الغرض من السلايد دي واللي وراها ان احنا نعرف how to do a proper biopsy. تمام؟ البايوبسي دي نمره واحد حاجه من اثنين، يا اما اوبن بايوبسي يعني نفتح انسيجن ونعمل جراحه وناخد تيشوز ونطلع اسمها اوبن بايوبسي، يا اما كلوز بايوبسي. كلوز بايوبسي يعني ما بنفتحش، بتتاخد يا اما بفاين نيدل، فاين نيدل اسبريشن، يا اما ترو كت نيدل بترو كت نيدل تطلع كور اوف تيشو. الفاين نيدل اسبريشن
ما بيتقريش كويس وبالتالي ما بنحبش نعمله في الساركومز. انما بنطلب ايه؟ كور بايوبسي. هل الكور بايوبسي is as accurate as the open biopsy؟ Yes. الكور بايوبسي is as accurate as the open biopsy واقل تكلفة واقل morbidity. فيبقى الكور بايوبسي is ideal. يعني منين ما نبقى عايزين نعمل العيان بايوبسي بنطلب له كور بايوبسي. وكور بايوبسي could be done without guidance، يعني لو حاجة باينة distal femur بتاعه هنحط منها كور بايوبسي، او تبقى CT guided او sonar guided. ينقي بالظبط المكان اللي هياخد منه ايه؟ التيشن. فيبقى نعرف ان في اوبن بايوبسي وفي كلوز بايوبسي، والكلوز بايوبسي دي في فرق بين الفاين نيدل اللي بتتاخد بالابره اللي ما بنحبوش والكور بايوبسي اللي بيتاخد بالتروكر نيدل. طيب لو هنعمل اوبن بايوبسي هنعمله ازاي؟ الاوبن بايوبسي نمره واحد اللي فلسفته ان التراك اللي انت بتعمله ده وهتخش تطلع منه التيشوز وتطلع، التراك ده هيبقى كونتامينيتد. يعني الخط اللي انت هتخش تعمل منه البايوبسي وتطلع ده هيبقى كونتامينيتد تراك، وبالتالي لازم الكونتامينيتد تراك ده ما يعديش على فاسلز ولا نيرف، لان لو انت بعد كده التيومر ده طلع مالجننت وهتحتاج تعمل له ريسكشن هتشيل التراك ده معاه. فلو التراك ده معدي على فاسلز او نيرف هتشيل معاه الفاسلز او نيرف. فما ينفعش ان انت تعدي التراك بتاع البايوبسي وسط فاسلز او نيرفز، وما ينفعش ان انت تخلع بلينز، لازم التراك ده يبقى ثرو ذا ماسلز عشان ما يعملش كونتامينيشن. ندي اكزامبل، واحد عنده اوستيوساركوما ديستال فيمر وعايزين ناخد منه بايوبسي، نعمل ايه؟ اولا لازم يبقى الاوبن بايوبسي دي تتعمل اندر ستيرايل كونديشن، البايوبسي دي مش تتعمل اخر الليسته، دي لازم تتعمل under clean aseptic condition زيها زي كأنك هتعمل total hips. تمام؟ العيان ياخد انستيزيا العادي بتاعه، لو هتحط تورنيكيه يتحط التورنيكيه بدون تعصير، يعني ما ينفعش نعصر، نرفع الرجل دقيقتين وبعدين ننفخ التورنيكيه الهواء، انما ما فيش تعصير. تمام؟ لإلا هتكسر العظمه دي هتسبريد التيشوز، فما ينفعش تعمل تعصير، تحط التورنيكيه يبقى من غير تعصير. بعد كده لو احنا بنتكلم على ديستال فيمر يبقى الانسيجن بتاع البايوبسي لازم يبقى لونجيتيودنال، مفيش انسيجنز بالعرض ابدا، لازم يبقى لونجيتيودنال ان ذا لاين اوف ذا بروفايزد انسيجن بتاع الريسكشن. يعني لو هنشيل ديستال فيمر نخش انترولاتري انتروميديال، يبقى احنا هنعمله انتروميديال ثرو ذا ماسلز، تفتح سكين سبكيتينيوس بعدين تلاقي الفاسكس ميديالس تخش ثرو ذا فاسكس ميديالس، مش ببلينز، مش اكنك بتعمل بليت فيمر هترفع تخش بين العضلات، لان ده هيكونتامينيت الفيلد في بلينز. انت عايز تخش ثرو ذا ماسل، تخش ثرو ذا ماسل، دخلت في الفاسكس ميديالس، بعد كده لو التيومر له سوفت تيشو اكستنت كفايه ان انت تاخد من السوفت تيشو اكستنت، لان ده ذا موست سيجنيفيكانت، مش لازم تخش جوه العظم، ده بيفرق التيومر انسايد ذا بون بس. يبقى لازم هتفتح العظم، هتفتحها ازاي؟ يا بدريل تمام؟ يا اما بير، انما ما ينفعش بوستيتوم وهامر لإلا تكسر. ولازم المكان اللي هتفتح فيه العظمه يبقى المكان الضعيف. وبالتالي لو انت البون مثلا ايرودد ميديالي وسترونج لاترال يبقى انت هتخش انتروميديال. انما لو انت دخلت انترو لاترال بقت كلها ضعيفه هتتكسر، يبقى بتنقي المكان الضعيف اللي بتخش فيه. تفتحه بدريل وتاخد امبل تيشوز فروم انسايد، والتيشوز دي لازم تبقى كافيه للتشخيص. بعد لما اخدت التيشوز لازم تعمل بروبر هيموستيزيس، لقيت الدنيا بتخر جامد هتعمل ايه؟ توقفها بلاترلي، ما كانش يبقى جيل فوم، ما كانش يبقى بلاج اوف بون سيمنت، انما لازم الفيلد يبقى دراي، ما ينفعش يبقى عندك هيماتوما بعديها. وتقفل اللايرز اللي انت فتحتها كونتينيوس، اذا كان الفيشيا، اذا كان المسلز، وبعدين السبكيتينيوس، وبعدين الجلد. ولما تقفل الجلد لو في كولكشن وهتحط بورتوفاك، البورتوفاك يطلع in the line with the incision، ما يطلعش في حته بعيده، ما ينفعش تبقى عامل intermediate incision وتطلع البورتوفاك من الناحيه الثانيه، لان البورتوفاك ده تراك، فما ينفعش ان انت تعمل تراك ايه؟ ثاني، وما ينفعش ان انت الانسيجن بتاعتك يبقى من الجوينت، لان انت you don't want to contaminate the joint. ساعات واحد يجي يقول لك ايه؟ انت عملت له منظار وبالمنظار اخدت له عينه، يا نهار اسود، ده انت دخلت الفيشز جوه الجوينت، فالجوينت تبعد عنها ايه؟ تماما، تبعد عن الريكتس والكوادريس ابريتس، تبقى انترو ميديا يا ايه؟ يا انترو لاترال.
بعد لما تقفل البتاع ده لازم العين يبقى سبلنتد عشان ما يتكسرش، والتيشوز اللي تطلع دي ما توزعهاش. يقول لك ده قسمت العينه وبعتها لاثنين باثولوجي، ليه؟ طب افرض ده قال حاجه وده قال حاجه، هتعمل ايه؟ انت ما ينفعش تقسم العينه اكن صوره واحد قسمتها اثنين واديتها لواحد قلت له ده مين وده مين، ما ينفعش. التيشوز تروح لباثولوجيست واحد وتدي له كل الانفورميشن اللي هو محتاجها، لان ساعات الانفورميشن تساعده في التشخيص. انت ما انتش بتختبر الباثولوجيست، انت عايز تساعده ان هو يساعده، وبالتالي لازم كل التيشوز تروح لباثولوجيست واحد وتدي له الانفورميشن كلها. التيشوز بتتحط في فورمالين بتخفف بميه، مش فورمالين بسلاين، السلاين يبوظ العينه، لازم يتحط في فورمالين بتخفف بايه؟ بميه، ويروح لباثولوجيست واحد. تمام؟ كده يبقى انت عملت ايه؟ عملت بروبر بايوبسي من غير ريتراكشنز، من غير بون ليفنز، كله بس ايه؟ في البلين اللي انت داخل فيه. وانس ان انت عملت البايوبسي بقيت انت عندك تيشو دايجنوزس، عارف ابعاد الورم ايه، عارف اذا كان فيه سبريد ولا مفيش. وبالطريقه دي يبقى انت عملت بروبر ستيجنج معايا. وانا اسف ان انا اكون اطلت عليك في البايوبسي.